التخصص في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة على الاحتفاء بشركائنا شركاء النجاح من خلال تنظيم ملتقى الشركاء تقديرا وتكريما لجهودهم معنا طوال العام. طبعا نفخر بتنوع شراكاتنا، لدينا شراكات من جهات ومؤسسات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى جانب الرعاة والداعمين الذين كان لهم الأثر البارز في إنجاح برامج وفعاليات إدارة التثقيف الصحي، فشكرا شركائنا.